تيليماروكا هي قناة تلفزيونية خاصة تبث عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة الإسبانية مدريد. تشغل تيليماروك أزيد من 40 صحفيا وتقنيا مهمتهم إعداد وتقديم البرامج المتنوعة والنشرات الإخبارية مع تحري الدقة والموضوعية والمهنية والجرأة في تفاصيلها. تحرص تيليماروك في خطها التحريري على مخاطبة جميع فئات المجتمع المغربي بمن فيهم الجالية المغربية القاطنة بالخارج التي تخصص لها القناة في شبكتها حيزا معتبرا، كما أنها تتحرى في آليات إنتاج برامجها استخدام أحدث الوسائل التقنية لتحافظ على جودة المنتوج ولتنقل المشاهد إلى قلب الحدث بالصوت والصور. تقدم هيئة تحرير قناة تيليماروك في شبكتها البرامجية أزيد من 50 برنامجا تم إنتاجها داخليا تتنوع بين السياسي والوثائقي والربورتاج والبرامج الحوارية والفنية والثقافية والرياضية والترفيهية. كما تخصص تيليماروك مساحة واسعة لبرامج التحقيقات التي تطرح القضايا الراهنة بطريقة جديدة ومختلفة وجريئة تكسر الطابوهات وتثير النقاش والجدل. ويطمح مشروع القناة الخاصة تيليماروك إلى المساهمة في إعطاء صورة إيجابية وواقعية عن المغرب والتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه بكل تنوعه وغناه، وفي انسجام تام مع الدفاع عن مصالح المغرب العليا وقضاياه العادلة ووحدته الترابية. ويطمح مشروع قناة تيليماروك إلى المساهمة في تحرير القطاع السمع البصري من خلال إعطاء نفس جديد للمضمون التلفزيوني أساسه الاستجابة لمطالب المشاهدين بكل مصداقية وجرأة وموضوعية.